ورجعنا لكم مرة تانية وفقرة السبورة، وهنتكلم بقى في الأمور التكتيكية والخططية والتشكيل وطريقة اللعب والتغييرات اللي أجراها مارسيل كولر، وبالتالي كل هذه الأمور الفنية اللي تمت في ملعب المباراة. الأهلي فاز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. كريم، يمكن الأمور التكتيكية والخططية والتغييرات اللي تمت من خلال فقرة السبورة، إيه الملامح اللي أنت شفتها لمارسيل كولر من خلال هذه المباراة؟ ان هو يعني واضح جدا ان كولر والجهاز الفني درسوا فريق اوكلاند بشكل واضح، وزي ما احنا قلنا حتى في الفقره الاولى محمد، بصراحه ان طبعا فريق اوكلاند فريق محترم ومجتهدين وبيحاولوا يقدموا كره لكره جيده عن بلدهم وعن كره بلدهم، وهم كمان متصدرين الدوري. انك زي ما انا قلت في الفقره الاولى، احنا بنلعب فريق يعني برضو فريق متواضع، عندهم مشاكل كتيره جدا 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 في التمركز، عندهم مشاكل كبيره جدا جدا في الثنائيات. شفنا طبعا كل كرات الثنائيه تقريبا النادي الاهلي حصل عليها، بخلاف طبعا انا قلت ان كانت اكبر برضو نقطه ثغره في الفريق هو حارس المرمى، حارس مرمى ضعيف للغايه. اللي باين لنا ان كولر درس اوكلاند بشكل كويس، ان اوكلاند اهم ميزه عنده ان هو بيحب يضغط ضغط عالي. ده شفناه في ملخصات اللي شفناها له في دوري ابطال اوكيانوسيا وشفناه له في الدوري النيوزيلندي. النهارده هم حاولوا في البدايه كده يعني ايه في بعض الهجمات يضغطوا على النادي الاهلي ضغط عالي، ان الاهلي كان بيدخل بالكره بشكل سلس جدا وشكل سهل. طيب الاهلي بيستمر في التالق يا محمد مع كولر بطريقه 4 3 3 ومنذ يعني دي الثانيه 30 او 40 النادي الاهلي كان على طول بيضغط على فريق اوكلاند من عند تلت ملعبه، من عند حارس المرمى. يعني نادي اوكلاند برضو واضح جدا المدير الفني الاسباني رييرا من محبي التيكي تاكا ومن محبي ان هو يبدا الهجمه من عند حارس المرمى. شفنا النادي الاهلي منع اوكلاند ان هو يفكر بس يحط الكوره على الارض، وكان على طول بيتجهوا للكرات الطوليه، وبعد مرور 10 دقايق بدانا نشوف سيطره النادي الاهلي خلاص بقت كليه على المباراه. والنادي طبعا اوكلاند كان عنده بعض الهجمات اللي احنا كنا بنتكلم عليها من الكرات العرضيه، لكن النادي الاهلي كاستحواذ على المباراه واضح جدا اللي بيتفرج في فرق، واضح جدا 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 ان مساله احراز النادي الاهلي للهدف مساله وقت. ليه؟ لان دفاع نادي اوكلاند واقفين بشكل عشوائي جدا، خصوصا حتى في المنطقه اللي قدام منطقه جزائهم. الفريق حتى ما عندوش اي سنس انك لما تيجي تقف هنا اهو ما ينفعش كنت تقف على خط واحد. الجون بتاع حسين الشحات لما نيجي نتفرج عليه والتدرج بالكوره هنلاقي ان لعيبه نادي الاهلي واقفين هنا اهو عارف حصار، والكوره حتى لو عدت حسين الشحات نفترض حسين الشحات مثلا غلط ما عرفش يستلمها او عمل ميس باك، في لعيب من الاهلي واقف هنا. كل لعيبه اوكلاند لو في الهجمه دي بالذات هتلاقيهم مترصصين قدام منطقه الجزاء. ده بسبب ايه؟ مفيش وعي تكتيكي. اللعيبه في الملعب خلي بالك تحركاتهم غير ما انت بتتفرج على التلفزيون، تتفرج على التلفزيون دي حاجه سينمائيه انت شايف من الكاميرا عاليه وحاجه يعني وقاعد في تكييف والدنيا حلوه. اللاعب جوه الملعب دي دنيا تانية خالص، عايزه وعي تكتيكي. انا بتحرك فين؟ الملعب كبير. عدم الوعي التكتيكي اللي عند لعيبه نادي اوكلاند خلى النادي الاهلي يسيطر. خلي بالك محمد كانت هي ببساطه الفكره كلها في الهدف الاول، ان وانس ان اوكلاند دخل فيه جون واحد بح، وكلنا كنا متاكدين من كده الماتش خلص. ليه؟ لان هم يعني غصب عنهم هيضطروا تلقائيا يهاجم. وتخيل بقى الفريق اصلا والنتيجه 0-0 عشوائي، ما بالك لما يبدا عايز يعوض يهاجم وعايز يعوض الهدف دخل مرماه، وده العشوائيه اللي احنا شفناها في الشوط الثاني بعد ما ريال خد قرار. طبعا هو غصب عنه لازم ياخده ان الاثنين فول باكس بتوعه لازم يطيروا. يعني النهارده في الشوط الثاني شفنا نادي اوكلاند في الهجمات المرتده قدام النادي الاهلي في الشوط الثاني، الشوط الثاني بقى الاثنين دول طايرين. ودي النقطه كانت واحده من النقط برضو اللي باين النادي الاهلي درس اوكلاند بشكل كويس، عارف يستغلها حتى في تحركات الاطراف. إيه بقى؟ ان ارتداد لعيبه اوكلاند من الهجوم للدفاع بطيء للغايه. الفريق وهو في حاله هجوميه، يعني الاهلي كان بيعمل في الشوط الثاني كانت طريقه واضحه قوي عمال يجذبهم بيرجعهم بيجيبهم لغايه نص ملعبه. اتفضل يا باشا انت عايز تتعادل اتفضل تعادل، هوب اللعيبه تبدا تتقدم تتقدم تتقدم. اول ما يعدوا نص ملعب النادي الاهلي يحصل الهجوم والضغط على حامل الكره. انت ما بتضغطش في نص ملعبه، تسيبه هو سايب اتنين بس هنا. مين اللي كان بيقوم بدور الضغط بالنسبه للاهلي؟ حمدي فتحي واليو ديانج. واليو ديانج شفنا طبعا حمدي فتحي واليو ديانج عملوه بشكل مميز جدا جدا جدا، واتكررت كذا مره. وشفنا ان الاهلي راح بهجمات على طول، ان الاهلي كان معروف في الارتداد بيروح بكام؟ على 3 على 2. احنا شفنا مواقف كتيره في الشوط الثاني 3 على 2 من الاهلي، حتى لو في واحد ثالث
على طول تلاقي النادي الاهلي عنده زياده 4-3. حتى لما نزل قفشه في كوره لما شفنا قفشه كان هو راح بوشه والهجمه كان 4-3. ده بسبب ايه؟ بسبب النادي اوكلاند بطيء للغايه في الارتداد من الهجوم للدفاع وكان بيسيب مساحات وقدر يستغل هذا الامر. وشفنا شوط تاني مميز واجمل ما فيه طيب. ان كل اللعيبه ظهرت بيه مستوى كده. طب كريم عايز اسالك على هل كانت في مفاجاه في التشكيل انه يبدا بمحمد شريف وما يبداش بكهربا؟ لا لا خالص لا. كان طبيعي. بص انا اعتقد ده اسهل تشكيل الناس كلها توقعته قبل المباراه. مفيش حد توقع تشكيل الاهلي قبل المباراه دي وغلط لان كلنا عارفين ان كولر خد قرار بانه بدا ياخد النادي الاهلي طريقه 4-3-3 اللي هي الدبل 8 وبيبعد عن 4-2-3-1 بقى لنا فوق دلوقتي اهو 4 أو 5 مباريات قدام فرق كبيره كمان. يعني النادي الاهلي دلوقتي مع كولر هتبدا تبقى الطريقه الديفولت بتاعته هي 4-3-3 دبل 8. يعني دبل 8 يعني بيلعب بواحد ارتكاز وبيلعب باتنين رقم 8. دي بقت خطته خلاص وبقت ثابته وبيتخلى عن فكره صانع العاب. مبقاش عندنا صانع لعب صريح. ده مبقاش عندنا. النادي الاهلي بيقدم شكل تكتيكي جديد بيظهر بشكل تكتيكي جديد مع كولر وشكل ناجح للغايه. بيامن خط الوسط بتاعه بثلاثة عندهم قدرات دفاعية وعندهم قدرات هجومية واثنين عندهم بقى في الهجوم عندهم قدرات هجومية بحتة واضحة وبالتالي ده بيزود عددك. انت حتى خلي بالك في 4-2-1 كنت غصب عنك بتحاول انت تأمن بالاثنين ورا البلاي ميكر. دلوقتي لا هو خلاص اعتمد 4-3-3 وهي ماشية معاه بشكل ناجح. واعتقد أكيد. ان دكة البدلاء كمان بتاعنا الاهلي بقت اكثر قوة بدخول بيرسي تاو ودخول كهربا ووجود طبعا مجدي. الجزء بقى المتعلق بنزول بيرسي تاو ونزول كهربا حسنا ان في انسجام ما بين الاثنين بشكل كويس جدا. نعم. كعب كهربا هدف بيرسي تاو ونزول طاهر وتحركه قدام علي معلول. تشعر كده ان الاهلي عنده سكواد وقايمه تانية موجوده على الدكه. لا وخلي بالك ده هكمل نتكلم ايه بنتكلم في واحد دلوقتي رقم 8 يعني محترف جزائري مش موجود كمان مع الفرقه هو احمد القندوسي. لا انا قوه النادي الاهلي نيكولر بدا يصنع يعني شخصيه وشكل جديد للفريق سواء من حيث طريقه اللعب ان احنا اتفقنا عليها اتغيرت من 4-2-3-1 ل 4-3-3 او حتى الصفقات الجديده اللي بدا اختيارها يبقى اختيار جوكر. يعني هتلاقي يا محمد اي لاعب النهارده بيتم اختياره لدخول قائمه النادي الاهلي جوكر بيلعب في كذا مركز. قندوسي اتكلمنا بيلعب 8 بيلعب 6 بيلعب 10 بيلعب على الجناح. مظبوط. مروان عطيه بيلعب 8 وبيلعب 6. خالد فتاح بيلعب باك يمين وبيلعب باك شمال وبيلعب مساك. مين تاني؟ كريستو. كريستو يعني بيلعب على اليمين وبيلعب على الشمال وبيلعب بلاي ميكر ساعات وكمان ولا وانا شفت المباراه مع النجم الساحلي لا فيها مهاجم صريح. فالفكره في حته ايه النهارده كولر بيغير المنظومه. واعتقد اي فريق بطل عنده عدد كبير من البطولات في نفس الموسم لازم يكون دكه البطولات بتاعته بقوه السيين إلا ما يكون كمان تعديهم. وطبعا احنا كلنا متفقين يا محمد ان بيرسي تاو واحد من افضل المحترفين اللي جم النادي الاهلي في السنوات الاخيره ولكن لما ينتظم في المباريات وربنا يبعد عنه شر الاصابات. لان الاصابه لو جت لاي لاعب حتى لو ميسي نفسه خلاص انت صحيح. ما بتستفدش منه حاجه. فبيرسي تاو طبعا لعيب كبير جدا واهم حاجه بيرسي تاو فعلا تحركاته تحركات بيرسي تاو مرعبه مرعبه لاي منافس بصراحه. بس نتمنى ان شاء الله ان هو يستمر في ملاعب اكتر من كده. تعلق حسين الشحات والاهداف وتحس ان حسين الشحات دايما كده لعيب بيلعب في المونديال بشكل رائع جدا. فعلا حسين الشحات ونشرح مع بعض على البورد الـ 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 الهدف جه ازاي وازاي هرب من الرقابه بتاعه لعيبه اوكلاند ودخل لعمق الملعب من غير ما يلحق. طبعا رييرا طبيعي مدير فني قلنا لنادي اوكلاند موقف لعيبته في الحاله الدفاعيه 6-4 خلاص 6-4-0 اللي هو عارف النادي الاهلي في الهجوم لازم تعمله ستارتين. بس طبعا اللعيبه ما فيش وعي تكتيكي زي ما شرحت فانت بعينك مش هتشوف ستارتين هتشوفهم كده متباعدين. حسين الشحات الكره اصلا كانت اوت للنادي الاهلي. تخيل حسين الشحات يا محمد اللي هو المفروض على الورق هو جناح ايمن لعيب النادي الاهلي بتبدا تسرق اعين المدافعين والراجل ده داخل بيسلسل لغايه لما بيقف هنا اهو بيستلم من ناحيه الشمال بيقف هنا اهو والكره اتلعبت اوت واتمررت له هوب. اول ما لقى المساحه ومفيش ضغط لان زي ما قلت لك يا محمد تاني الوعي التكتيكي عند لعيبه اوكلاند صفر مفيش ضغط خالص. ده أسوأ شكل لاي حارس مرمى بعيد. هو طبعا حارس طبعا كان في بلوك قدام ضعيف يعني حارس مرمى نادي اوكلاند حارس ضعيف للغايه. لكن بخلاف ده كمان البلوك المحطوط قدامه ده يعيق رؤيته عشان كده شفنا الكوره طبعا راحت بقوه جدا 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 لكن هو مش شايفها ومش متوقع الكوره تيجي فين. تبقى واقف في الجون اللي مارسه كره القدم يعني واقف هوب تتفاجئ الكوره اتشطت ودخلت من جنبيك. ف
فده بسبب ايه؟ ده يوريك قد ايه دي نقطه متفق عليها ان حسين الشحات هيخش هنا ويعمل دور البلاي ميكر، ونحاول يا جماعه نسدد على حل من الحلول الحارس، لان طبعا عشان تقدر تتغلب على التكتل الدفاعي ده محتاج في بعض احيان ان انت تبعد بقى. خلي بالك احنا جربنا الكرات العرضيه، هم عندهم زحمه قدروا يتعاملوا معاه بشكل كويس، هم كانوا طوال فقدروا يتعاملوا معاه بشكل كويس. احنا نجحنا منين؟ نجحنا من التسديدات، فعملها لنا حسين الشحات اللي فعلا 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 في الفتره الاخيره متالق بشده مع النادي الاهلي. اختم معاك بقى بجزئيه مهمه جدا، كان في تكتيك في لعب الكرات الثابته والضربات الركنيه، كان دايما الكره الضربه الركنيه بتروح على البعيده او لخارج منطقه الجزاء. ببساطه ليه؟ لانه واضح جدا جدا من دراسه المنافسه، بتتكلم على لاعيبه اوكلاند عندهم اكثر من لاعب فوق ال 185 سنتي، خط الدفاع بالكامل فوق ال 180 سنتي، اثنين مساكين فوق ال 185 سنتي، فانت اي منافسه معاهم داخل منطقه الجزاء في منتصف المنطقه 18. بنسبه فوق ال 90% الكره هتروح لهم، ده اكيد. طيب التكتيك ببساطه انها انت انك عايز تهرب من الخناق، انك مش تاخدها، عشان نكون صراحة احنا مش هناخدها، احنا اطوالنا ما نجيبش الاطوال دي، واجسامنا فعلا هم اجسامهم كانوا احسن مننا. طيب انت عايز تعمل ايه ببساطه؟ عايز تلعب يعني هم يبقوا متمركزين واقفين بنفس الشكل اللي كان بيقف بيه المنتخب الفرنسي ورا بعض وبتاع، ومقفلين لك المنطقه من اول العارضه القريبه لغايه العارضه البعيده. فانت عايز تعمل ايه ببساطه؟ عايز تخرج من الخناقه دي، وعايز الكوره تتلعب لواحد، يعني هم بيضموا فتتلعب لواحد هنا اهو يمهدها، واحد يخش يكملها، او تتلعب لواحد بره منطقه الجزاء يستلمها ويسدد ويستغل الزحمه دي. ده انا في وجهه نظري كانت تكتيك منطقي وتكتيك عقلاني، لان نسبه حصولي على الكوره وسط الزحمه دي كان هيبقى قليل جدا. كريم انا بشكرك على هذا التحليل والشرح الوافي لمباراه الاهلي واوكلاند سيتي، وزي ما انتم شفتوا بالتاكيد كل التفاصيل الفنيه لهذه المباراه. الحمد لله الاهلي فاز وتاهل للدور ربع النهائي.